السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا شباب، ويا رب تكونوا بخير وسعادة. يا رب يكون رمضان بداية كشف الوباء عن الأمة الإسلامية وعن العالم كله يا رب إن شاء الله. حابب أتكلم معاكم النهاردة عن القرار بتاع الجامعة وإزاي هنستفاد من الوقت الكتير قوي اللي متاح بالنسبة لنا كلنا. دلوقتي القرار بتاع الجامعة إن الجامعة اكتفت بعمل بحث لكل مادة، والموضوع هيكون عبارة عن نجاح ورسوب. إن شاء الله كلنا ننجح ونعدي على خير، وكلنا نفرح بإذن الله بانتقالنا من مرحلة إلى إيه؟ إلى مرحلة تانية. طيب، خلينا نتفق مع بعض على حاجة، إن كلنا انبسطنا من القرار ده، وأنا شايف إن القرار ده هو كان القرار المناسب بالنسبة لنا كلنا، علشان خاطر حفاظ على الأرواح وحفاظا على انتشار العدوى بكميات أكبر. طيب، إن شاء الله كلنا هنتخرج وكلنا هنشتغل وهنبدأ حياة جديدة بإذن الله يا رب، كلها خير وبركة وكلها حيوية ونشاط. طيب، بس أنا عايز بقى أتكلم معاكم على حاجة مهمة أوي. دلوقتي إحنا في شهر 4، في أول 5 تقريبا، وإن شاء الله بداية الدراسة الجديدة هتكون على شهر 10 أو على آخر 9، يعني معانا وقت كتير قوي. ومش ننسى إن في جزء كبير من المنهج بتاعنا مش أخدناه، علشان كده لازم تنظم نفسك كويس قوي، لازم تستفاد كويس قوي من الوقت المتاح بالنسبة لك. أعتقد إن ده فرصة كويسة قوي إن أنت تسمع المحاضرات بقى وتذاكر أو تقرأ في المنهج بتاعك بدون ضغط، يعني ما بدون ما تحس ان انت عليك امتحان او في مراقبين بقى وفي ضغوط امتحانات وفي درجات والكلام ده كله. يعني دلوقتي انت المحاضرات متاحة بالنسبة لك، المنهج بتاعك معاك، النت موجود في كل بيت، يعني على قد، يعني ما فيش فيه حجة معينة ان انت تضيع الوقت ده كله بدون ما تستفاد الاستفادة الكاملة. على قد ما تقدر لازم تقرأ المنهج بتاعك كويس قوي، لازم تحصل منه كويس قوي، لأنك هتبدأ سنة جديدة بمنهج جديد بمعلومات جديدة. وكمان المشكلة إن الكليات العملية حبايبي إن بتبني على بعضها، يعني كل سنة بتبني على السنة اللي قبلها. فأنت بالنسبة لك لو أنت مش محضر كويس قوي ومش ملم بالمنهج بتاع السنة اللي قبلها كويس قوي، هتلاقي في صعوبة بالنسبة لك في فهم السنة الجديدة. علشان كده حبايبي لازم تقرا المنهج بتاعك كويس قوي، لازم تقرا كويس قوي، لازم تذاكر كويس قوي، نظم نفسك، معاك وقت كتير من غير ضغط، مفيش امتحانات، مفيش في بقى مراقبين، ومفيش في تصحيح ولا الحاجات دي كلها. انت دلوقتي كل حاجة بتنظمها مع نفسك. اقرا، اسمع المحاضرات كويس قوي، لخص المحاضرات دي كويس قوي واقراها، اقراها كويس. ده بالنسبة للجزء النظري، يعني حاول تسمع المحاضرات، حاول تقرا، حاول تلخص. وكمان الجزء العملي بالنسبة لك، النت دلوقتي متاح في كل بيت، يعني أي حاجة محتاجها في الجزء العملي هتلاقيها موجودة على النت. خلاص، فأنت حاول بقى تسمع فيديوهات كويس، حاول تقرا كويس، علشان خاطر لما تبدأ مرحلة جديدة أو تبدأ سنة جديدة يكون عندك باك جراوند كويسة، يكون عندك معلومات كويسة، في بيز عندك هتبني عليها، مش تبني على فراغ، يعني لأنك كلية عملية. كلية عملية وسنة بتبني على السنة اللي قبلها. خلاص حبايبي، فيا ريت يا ريت رجاء من كل الطلاب استفاد كويس قوي من الوقت بتاعك. هو أغلى حاجة عندك وقتك في المرحلة دي، أغلى حاجة عندك هو الوقت بتاعك. حاول تذاكر، حاول تقرأ، حاول تستفاد أقصى استفادة، سواء كان بسماع المحاضرات أو بإن أنت تشوف الجزء العملي بتاعك على النت بصورة كويسة. وإن شاء الله لما تبدأ الدراسة تبدأ تطبق بقى ده، يعني يكون عندك، انت عندك المعلومات الكفاية اللي موجودة في دماغك اللي هتبني عليها ان شاء الله لما تبدأ الدراسة. خلاص، مش يكون انت بقى بالنسبة لك خلاص مفيش اي معلومات هتبني عليها، يعني لا، حرام عليك. حاول تظبط وقتك، استمتع برمضان، استمتع بوجودك مع اسرتك في بيتك، بس ما تضيعش وقتك. حاول تنظم الدنيا كويس، حاول تستفاد كويس من الوقت بتاعك، سواء كان بفهم المنهج النظري او وكمان بمحاولة استيعاب جزء الايه العملي بتاعك. يعني ما لا ايه يعني الحاجة اللي انت ما تاخدهاش كلها ما تسيبهاش كلها، يعني على الاقل ان انت تاخد معلومات تساعدك فيما بعد. خلاص، يعني ما تضيعش وقتك ايه
وقتك على فراغ. ان شاء الله بالنسبه للبحث بتاعنا بقى، اللي هو هيتحدد عن طريقه ان انت تعدي المرحله الجايه او تفضل في المرحله دي. خلاص، وان شاء الله كلنا نعدي على خير، وباذن الله هيكون موضوع بسيط وان شاء الله سهل، وان شاء الله كلنا هنساعد بعض. انا بالنسبه لي هحاول اتكلم معاكم بصوره بسيطه ازاي نعمل بحث، ايه الجوانب الاساسيه اللي لازم تكون موجوده في البحث، ايه النقط المهمه اللي لازم تكون موجوده، ازاي نبحث عن المعلومه ونطلع المعلومه الصحيحه بالنسبه لنا. باذن الله هحاول اتكلم معاكم عنه بصوره بسيطه، محاوله ان احنا نساعد بعض. وبرضه كل طالب عنده فكره كويسه انه يساعد زمايله، ما تبخلوش على بعض وساعدوا بعض، بحيث ان شاء الله ان كله يطلع مستفاد من الفتره دي. النقطه الثانيه، حاول بقى الفتره دي ان انت ترتب اولوياتك بقى، ظبط امورك. انت دكتور ان شاء الله، هتتخرج طبعا دكتور، ظبط امورك بقى، يعني طور نفسك، ابحث كويس قوي عن المجال بتاعك، شوف الدنيا وصلت فين في كليتك، شوف انت عايز تكون ايه، عايز توصل لايه، عايز تعمل ايه فيما بعد. اعتقد ده فرصة كويسة قوي ان انت تعيد اولوياتك، تعيد ترتيب نفسك. وقتك غالي قوي، انت دكتور، انت ان شاء الله عليك طموح كبير، عليك امل كبير، ما تضيعش نفسك، ما تضيعش وقتك، استفاد بكل دقيقة بالنسبة لك. انا مش هقول لك اقرا طول الوقت او ذاكر طول الوقت، لا، يعني خليك شخص منظم، يعني ذاكر ومارس هوايتك واستمتع بوقتك، استمتع بالصلاة، استمتع بالصيام، استمتع بالشهر العظيم شهر رمضان المبارك، وربنا يجعله يا رب شهر مبارك علينا كلنا، ونعدي الأزمة دي على خير، وإن شاء الله يا ربي نحقق أقصى استفادة كلنا خلال الشهر العظيم ده. وكل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة، وإن شاء الله يا رب نشوفكم على خير في السنة الجديدة، وكلنا فرحانين وكلنا في أمان وسلامة، ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.